والله يا حاجة أنا جاية مخصوص عشان أطمن عليك. وأنا مبسوط عشان جيتي علشان أوصيكي تلمستك أختك الدكتورة حنان، أختك الصغيرة اللي حبها ليكي يساعد الدنيا كلها. انت بكره تقوم بالسلامه وتطمن عليها بنفسك يا حاج. اوصيت ليك يا ابراهيم انك تحط اختك جوه حباب عينيك، ودعت بيني وبينك امام ربنا. يابا بس انت رايح نفسك، الدكتور قال ان كلامك كتير مش كويس عشانك. اللي حصل ظرف وصدمة، كلنا زي مصابك يا دكتورة في مقتل، وانا عارف ان حنان بنتي غالي عليكي قوي، بس هي لسها عظمة طرية ومحدش يقدر يداوي جرحها قد كده. وصيت ليكي تخلي بالك منها على قد ما تقدر يا دكتورة. دي في عناية الاتنين. اطمن يابا اطمن، هتقوم لنا بالسلامة، هتقوم لنا بالسلامة. خلاص خلاص يا بنتي، حانت لحظة الفراق بأمر اللي بيقول الشيء كن فيكون. له واحد الدوام، حاسس زي ما اكون طالع جسمي لفوق لفوق قوي، حاسس ان في حاجة تنسحب مني تنسحب مني. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. سميحة، أنا عباس، عباس جوزك يا سميحة. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. مدام سميحة، ممكن تحركي صوابعك اليمين؟
ممكن تحركي صوابعك الشمال كمان؟ الحمد لله، ألف حمد لله على السلامة. ألف حمد لله على سلامتك يا سميحة. يا ريت نسيبها دلوقتي تستريح لغاية ما يجي استشاري المخ والأعصاب وهو يدينا تعليماته. تفضلوا حضراتكم. تفضلوا. تفضلوا. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. أدمك كان أدم الخير، زي ما يكون كانت حاسة برجوعك عشان كده فاقت. في اليومين اللي فاتوا دول وأنا شايفها بين الحياة والموت، عرفت قد إيه أنا بحبها وقد إيه هي غالية عندي قوي. أنت ناسي قصة الحب الكبيرة اللي كانت بينكم قبل الجواز؟ ياه، ودي حاجة تتنسي؟ أنا عمري ما حبيت ولا أحب غيرها. لو سميحة سمعت الكلمتين الحلوين دول أنا واثقة إن هي لا هتحتاج استشاري ولا دواء وهتقوم تفط من على السرير. يا سهام، يوم ما أخرج بيها وإيدي في إيديها ونروح بيتنا الدنيا مش هتبقى سيعاني من الفرحة. يعني مش هتبقى زعلانة على اللي كان في بطنها وراح؟ الله جاب، الله خد، الله عليه العوض يا حمدي يا أخويا. من قلبك يا عباس الكلام ده وبجد مقتنع بيه؟ أنت شايفة إيه؟ أنا شخصياً شايف إنك أصيل وابن أصول طول عمرك يا عباس، وألف حمد لله على سلامة سميحة. يا بهوات الله يخليكوا، الله يخليكوا، سطوري ومشيط الله يخليكوا. حقنة ماكس، حقنة ماكس يا جماعة، ماكس يا تموتوني. أنا اللي بيعملوا كده غلط عشان الجروح اللي فيه. طب والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ الحل لازم ياخد حقنه مهدئه طبعا، بس على الله اتحوق فيه، لان العمليه اللي بيعملها دي معنى كده انه وصل لدرجه بشعه جدا من الادمان. يلا بقى. يا بيه يا باشا، انزلت نادي لابوس رجلك. حقنه يا جماعه، حقنه، عايز اموت. لا مؤاخذه يا باشا، واضح انها مكالمه مهمه. اتفضل يا سيادتك. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور عبد. ان لله وانا اليه راجعون، البقاء لله. لا لا لا، مفهوم طبعا، مفهوم. طب مع السلامه. مع السلامه. خير يا محمود؟ لا يا فندم، ده الدكتور عبد كانت بتبلغني ان والد الدكتور حنان اتوفى من نص ساعه وانها راحت عزي، وطبعا مش هتقدر تفتح معاهم الموضوع في الظروف دي. ده طبعا في الظروف دي ما ينفعش تبعت تستدعيها. يعني هستنى يومين ثلاثة كده وابقى اروح لهم بنفسي زيارة خاصة. ربنا يقويك يا محمود. طب يا فندم، بالنسبة للأمرين بتوع الضبط والإحضار بتاع المتهمين التانيين هنعمل فيهم ايه؟ حسب تعليمات معالي الوزير يتم تنفيذها فورا، ويتم القبض على رامي شكري جلال بعيدا عن نطاق عصارة والده، يعني بعيدا عن مسكنه أو أي مسكن آخر يملكه الوزير. هو يا فندم حسب تحرياتنا رامي خرج من بيته دلوقتي متوجها للنادي، وبتهيألي النادي دلوقتي خارج حصانة شكري جلال. أنا هبعت العقيد يسري ينفذ المهمة دي فورا ويقبض عليه. ايوه في ايه؟ هاتوا فتشوا. انا ما عملتش حاجه، انا بريء، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ هشام عمل ايه؟ انت مكتوب صوتك تهيألي وريت الانسه عايز ان هي مش مكتوب فيها. هو عمل ايه؟ بعدين تعرفي هشام انت عملت ايه؟ هشام عملت ايه؟ طب بيبص عليك ليه؟ طب ماسكينك ليه؟ لقينا المخدرات دي في الدرج المكتب. مخدرات؟ يا ريت تيجي على قد المخدرات، ده مصيبته مصيبه كبيره جدا.
لا يا شيخ مقدرة. أنا ما عملتش حاجة. يا شيخ. ما عملتش حاجة والله ما عملتش حاجة. الضابط قبل ما يخرج بيقول انها مش على قد المخدرات اللي لقوها في اوضته وان مصيبته كبيره. يا مصيبتك الكبيره في ابنك يا ألفت يا بنتي. الو. ايوه يا ماما الحقونا، هشام جه البوليس وقبض عليه، بيقولوا انه عامل مصيبه كبيره قوي. حضرتك رامي شكري جلال؟ ايوه انا يا حبيبي. انت مين؟ انا معايا امر من النيابه بضبطك واحضارك. ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت مش عارف انت بتكلم مين وابن مين ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ تيجي معانا بهدوء وبدون شوشره. هاتوه. انزل يلا. يلا. انت بتكلم مين كده؟ رامي. احمد. انزل يلا. اوعى بقول لك. اوعى. اوعى بقول لك. تحضير قوائم المرشحين للسادة اللي نازلين الانتخابات انه تتخذ قرارات مهمة في الوزارة من ورايا. يا معالي الوزير حضرتك. لحضرتي ولا هباب، كل قرارات التخصيص اللي اتخذت من ورا ظهري ومن غير معرفتي تعتبر ملغية. بقول لك يا وعيدك بالك لا. انت يا سيدنا. انت يا عم. يا سيدي. بقول لك يا وعيدك ما تمسكنيش كده. انت ما تعرفش انا ابن مين منك ليه. اوعى. طب انا هوريكم والله لا دفعكم كمان غالي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ مش ده رامي ابن الوزير شكري جلال؟ يا فندم القرارات ديك للصالح العام مش قرارات مصيرية، وده لدفع عجلة العمل. واللي اخدوا القرارات دولك وكلاء اول الوزارة وقيادات في الوزارة، والقرارات اللي اخدوها من صلب وصميم اختصاصاتهم ومسؤولياتهم. يوسف دي المدام، رد عليها قول لها انا في اجتماع بعد ما اخلص اكلمها. اؤمن مالك. في سلطات في الوزاره يا سيد وكيل اول الوزاره غير سلطاتي انا، والقرار الاول والاخير في اي صغيره قبل اي كبيره في الوزاره هنا ليا انا. المدام عايز اكلمك ضروري، بتقول في امر في منتهى الاهميه والخطوره. خير. الو. ايوه يا مدام. مصيبه ايه اللي على الصبح بس؟ ايه؟ رامي؟ ابني رامي؟ انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده يعني ات؟ يا شكري بقول لك دينا بنت تحسين كانت موجوده معاه في النادي. ايه اللي بتقولي ده يا عنات؟ انا مش مصدق وداني. هي اللي كلمتني على الموبايل وحكيت لي الموضوع ده، وبعدها على طول مدير النادي كلمني على تليفون البيت واكد لي نفس الخبر. انت متاكده؟ تصور البوليس دخل النادي وقبض عليه في وسط الناس اللي يعرفونا كلهم. شايف الفضيحه اللي حصلت؟ اتصرف يا حبيبي، اعمل اي حاجه من فضلك. انا هعمل اتصالاتي وهكلمك تاني يا عنات. حبيبي يا رامي حبيبي. تفضل يا استاذ، الاجتماع انتهى. تفضل. استنى. ايوه اؤمن معاك. انا عايزك تتصل لي بمكتب وزير الداخليه، عايزه هو شخصيا. حاضر. اؤمن معاك. حرام عليك يا بنتي. حرام.
ربنا انت مش السبب في موته، احنا كلنا هنموت. ابويا عندي كان كل الدنيا ودنيتي راحت راحت راحت. خدي معاك يابا، خدي معاك يابا، خدي معاك. اسمعيني بس، انا عايزاكي ترتاحي شويه، ما تعمليش في روحك ده كله. الله، ما فيش صحه بعد خلاص ولا راحه، ما فيش صحه ولا راحه. بسم الله الرحمن الرحيم، استهدي بس بالله. بس تعالي تعالي. اروح مشوار مهم، العميد محمود كلمني لازم اروح النيابه العامه، حصل اي حاجه كلميني في التليفون. بنصر معاك يا بنت، شدي حيلك. الف سلامة. معالي الوزير شكري جلال عاوز يتكلم معاه ضروري. طب ما ينفعش انت تدخل عليه الاجتماع وتدي له خبر؟ ايوه ايوه فاهم. طب الاجتماع هيخلص امتى؟ طب ارجوك لازم تبلغه ان الوزير عاوز يتكلمه ضروري للاهميه القصوى. اوكي يا سيدي، مع الف سلامة. يعني ايه عنده اجتماع وما يقدروش يبلغوه؟ يعني شكر جلال بيستعبطوا دول ولا ايه؟ ممكن سعادتك تكلمه دايركت. طب فورا. اوامر معاليك يا باشا. جرس ومحدش بيرد يا فندم. يعني ايه جرس وما بيردش؟ ده رقمي متسيف عنده على الموبايل بتاعه. اطلبه تاني يا يوسف، اطلبه تاني. اوامر معاليك يا فندم. برضه جرس ومحدش بيرد معاليك. اكيد بقى الموبايل بعيد عن معاليه وهو في اجتماع زي ما مدير مكتبه قال لي. اطلب لي مساعد اول وزير الداخليه، اي حد في الوزاره، اطلب لي مدير امن الجيزه. اتصرف يا يوسف. اوامر معاليك يا فندم. استنى، خلي السواقي حضر العربيه وبلغ قائد الموكب ان انا رايح مديريه امن الجيزه، وخليك وراه لحد ما يرد. اول ما يرد عليك بلغه ان انا عايزه للاهميه القصوى، فاهم؟ يا تحيات ولا سلامات. ابني هنا بمناسبه ايه؟ وزي اللي حصل ده يحصل، وانتوا عارفين انه ابن شكري جلال. مش معليك تستريح وتاخد قهوتك الاول. لا قهوه ولا زفت. بقول لك ابني فين؟ بيعمل ايه عندكم؟ ابن حضرتك بعد ما اتقبض عليه اترحل عن النيابه. ويتقبض عليه ليه؟ وازاي؟ وانتوا عارفين انه ابني، ابن شكري جلال. سيادة الوزير، احنا جهة تنفيذ أوامر، وجالنا من النيابة أمر بضبط وإحضار رامي شكري جلال. أمر ضبط وإحضار؟ ابني أنا؟ ابني شكري جلال؟ ليه؟ الأيام قامت خلاص؟ حضرتك ما سألتنيش هو عمل إيه عشان النيابة تؤمر بضبط وإحضاره؟ اسمع يا سيادة اللواء، لا النيابة تصدر أمر ضبط وإحضار ولا يتقبض عليه من أصله، من أساسه. ده ابن شكري جلال. لو ما انتوش عارفين مين شكري جلال، انا اعرفكم مين شكري جلال. اتكلم يا سيادة اللواء. على العموم حضرتك ابنك دلوقتي في النيابة، وزي ما قلت لحضرتك احنا جهة تنفيذ. اسمع يا سيادة اللواء، ابني يجي من النيابة دلوقتي حالا، واستلمه من مكتبك دلوقتي حالا، مهما كان اللي عمله. فاهم ولا لا؟ انا مقدر سلوك حضرتك، بس الافضل انك تاخد له محامي كبير وتروح له النيابه، لان الموضوع اخطر مما تتصور. ايه؟ اخطر مما اتصور؟ خطف مسلح واغتصاب وهتك عرض حضرتك. ابني انا؟ رامي؟ رامي شكري جلال؟ ده غير انه متهم
في قضية شروع فتل. لا يا سيادة اللواء، انتوا أكيد بتخرفوا، أكيد أكيد في لبس، في لبس يا سيادة اللواء. لو كان في لبس بنسبة 1% ما كانش النيابة أصدرت هذا الأمر، ولا احنا كنا قبضنا عليه. قتل مسلح مش شروع فتل. واحد كارت واغتصاب مستحيل مستحيل ابني. انا ابني رامي شكر جلال بامرتي 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 يا سيادة اللواء بامرتي. لو سمحت ممكن تقول لها التقسيم الجاي ده؟ هي لسه بتفكر برضه. ممكن لسه بتفكر. والدك هيتصرف في سيادة الكريمة دي. طب هسألك سؤال. طيب انت بتاعها ولا مش عارف؟ هي وصلنا من الناس بس. طب كلمة واحدة بس خدها منه. مش من عندنا. بعدين يا جماعه بعدين. استعرضنا من مصدر النيابه اللي بين المتهمين ابن الوزير شكري جلال. باذن الله بعد ما تعرضوا على النيابه هقعد معاكم اقول لكم كل الكلام اللي انتوا عايزين تسمعوه. يا جماعه بعدين مش ممكن كده. اكيد هو اللي كان عمال يزعق ويقول عايز اكلم بابا. عموما زمان الاستاذ حنف سكرتير النيابه يخرج دلوقتي وهو هيقول على كل حاجه. ما عرفتش حاجه يا جماعه؟ لا ما عرفناش. افتح المحضر في ساعته وتاريخه واثبت حضور المتهمين تنفيذا لامر الضبط والاحضار ومسلهم امام النيابه. لو سمحت انا عايز اتصل ببابا حالا. مش تعرف الاول انتوا مقبوض عليكم ليه؟ ولا انت عارف والموضوع مش مستاهل سؤال؟ انا معرفش حاجه وماليش دعوه باي حاجه. محمود بيه، عايزين نبدا بطابور العرض الاول عشان نتعرف على المتهمين قبل بدايه التحيات. المجني عليها جت؟ هي على وصول يا فندم. على سعادتك ما تحضر بس طابور العرض، اكون هنا ان شاء الله. مش خير، مش خير خالص يا عنايات. هقول لك ايه، ما انا ما اعرفش اي حاجه، انا لسه داخل النيابه اهو. ايوه نيابه يا عنايات. أنا كلمت الدكتور مرسي وهيجي لي دلوقتي حالا. من فضلك من فضلك اتصل بأي حد في أعلى المستويات، المهم رجع لي رامي ابنك. أيوة أنا لما أعرف حاجة هكلمك وأطمنك. يلا بسرعة بقى. ماشي. ماي باي حبيبي يا حبيبي يا رامي. اتفضلي يا دكتور عبد. طابور العرض جاهز ومن ضمنهم المتهمين في مكتب مدير النيابه يا جمال بيه. يا ريت يا محمود بيه تكونوا راعيتوا عمليه تقارب السن. طبعا يا جمال بيه. دكتور عبله، انا مش هوصيك ان انت تكوني في منتهى الدقه، وفي نفس الوقت حاولي تتحكمي باعصابك بقدر الامكان. اتفضل يا دكتور. بيترعش ده. انا ما عملتلهاش حاجه، دي كدابه. انا بريئه. انا ما عملتلهاش حاجه، دي كدابه. انا بريئه، ما عملتلهاش حاجه. خلاص يا دكتور عبد، اتفضل. دول مش بشر، دول مش ممكن يكونوا بشر. اهدي يا دكتور، اهدي. للمرة الأخيرة يا دكتورة، حضرتك متأكدة إن هما؟ مليون في المية يا فندم، متأكدة.
اكتب عندك. ومرة أخرى توجهنا بالسؤال للمجني عليها الدكتورة عبلة عبد الرحمن للتأكد من صحة تعرفها على المتهمين في طابور العرض، فأجابت بالإيجاب والتأكيد. واكتب إجابتها. وبناء عليه قررنا صرف المجني عليها من سرايا النيابة بعد التوقيع على أقوالها. تفضلي يا دكتورة وقع. اتفضلي انت يا دكتورة عبلة، واعملي حسابك ان احنا هنستدعيك بكرة او بعده لسماع اقوالك في مواجهة المتهمين. بعد اذنك يا محمود اتفضل معي عشان هبدأ في استجواب المتهمين. ممكن سؤال بقى لسيادة الوزير؟ انتوا بتهببوا ايه؟ بتهببوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ سؤال يا سيادة. اي صورة هتنزل ليا او لابني انا هقفل الجورنال ده تاني يوم، مفهوم؟ سؤال يا سيادة الوزير، هل اللي عامل ابنك حضرتك واضي عليه؟ انا اسكت مش وقته. هدي اعصابك، مش كده، احنا مش عاوزين نخسر الرأي العام والصحافة. يا جماعة راعوا ظروف معالي الوزير، اعصابه تعبانة في الظروف القاسية اللي هو فيها، ما يقصدش اهانتكم ولا اي حاجة. عن اذنكم عن اذنكم اتفضل. ممنوع ممنوع. ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. في ايه يا جمال؟ في ايه؟ عايز افهم ايه اللي بيحصل ده؟ احنا اسفين قوي يا جمال. الحقنا يا بابا. اللهم يا حبيبي. ما تقلقش ما تقلقش يا رامي، مهما كان اللي عملته ما حدش هيقدر يمس شعرة منك طول ما انا عايش. انت يا امين مش عايز اي حد هنا في المكتب غير الاتنين المتهمين وبس كده يا جمال؟ ماشي، اتفضل معايا يا دكتور مرسي. ارجع مكانك يا متهم. لو سمحت يسري خد عبلة هانم، لو سمحت وصلها مطرح ما هي عايزة، ما تخليش أي حد ده. طب يا فندم مش أي حد. سؤال واحد يا فندم. إيه الأخبار؟ برضه ما بيردش. يا سيدي بلاها وزير العدل، كفاية النائب العام. تليفون صغير منه لرئيس النيابة يتلم الموضوع وتروح مع ابنك رامي. النائب العام؟ اوكي. مش عندك تليفونه؟ موجود. الو سيادة النائب العام، مساء الخير يا فندم. انا الوزير شكر جلال. اهلا بك يا فندم، انا اسف للازعاج. الحقيقة في مشكلة خاصة بابن رامي، هو معروض دلوقتي قدام النيابة، نيابة الجيزة الكلية. سيادتك عندك علم بيها؟ يعني ايه يا ست مستشار؟ مشكلة ايه وقانون ايه؟ ده ابني يا ست مستشار. ايه؟ امر ضبط الاحضار طالع بعلم سعادتك؟ طب الحل؟ الحل يا سيادة المستشار؟ ايوه ده ابني يا فندم. طيب يا ريت يا فندم، يا ريت ابقى شاكر افضالك. ده جميل مش قادر انساه. اشكرك جدا، مع السلامه. قال لي كلام ما ريحنيش، وبعدين قال لي اتصل برئيس النيابه. طبعا هخش جوه الرئيس النيابة احضر التحقيقات من اولها. ما عليك، دور على نمر مسؤولين اللي انت تعرفهم اللي تثق فيهم، خليك وراهم، عايزين نلم الموضوع بدل ما يوسع. اوكي. استغفر الله العظيم يا رب.
الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا. مين معايا؟ اهلا اهلا يا سياده المستشار. ايوه يا فندم تحت امرك. ايوه 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 يا فندم موجود قدامي هنا حضرتك، وحاضر معاه الدكتور مرسي خليل المحامي. اوامر سعادتك سياده المستشار. مع الف سلامه يا فندم. مع الف سلامه. شكلها كده مكالمه مهمه ومن فوق. حاجه تخصنا احنا يا جمال بيه؟ فعلا سياده النائب العام شخصيا. خير ان شاء الله. اكيد خير يا سيدي. هو بيتصل بيا عشان يوصيني ان القانون ياخد مجراه بدون اي مجامله، وتعليمات سيادته كمان ان احنا هنتعامل مع الاستاذ رامي كاي مواطن عادي. طبعا طبعا. بس هي دي التوصيه اللي قالها لك؟ اثبت عندك يا استاذ حنفي حضور الاستاذ الدكتور مرسي خليل المحامي جلسه التحقيقات مع المتهم. لو سمحتوا يا اساتذه، حسب تعليمات السيد رئيس النيابه ممنوع تواجد اي صحفي او مصور هنا في الطرقه. اتفضلوا استراحه تحت في البوفيه لغايه ما الحياه ما تخلص. اتفضلوا. تمام محمود بيه، وصلتها بنفسي وخدت تاكسي قدام مبنى النيابه. المهم بس انها تقدر تقنع حنان انها تتكلم. ان شاء الله يا فندم، بس يا ريت تقدر حنان تتكلم. هي ممكن تبقى تعبانه صح. عموما ربنا يستر. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا مش هتكلم في حاجه الا لما يكون المحامي بتاعي موجود. أنا ما عملتش حاجة. نعم؟ ماليش دعوة بأي حاجة. سيد عبد السلام محمد جعفر الشهير بسيد شكمان، أنت تعرفه من إمتى؟ معرفوش. معرفش أي حد اسمه كده. لكن هو قال في التحقيقات إنه يعرفك وإن أنتوا صحاب من زمان. قال؟ إيه؟ أنت فاكر إن سيد مات؟ معرفش، أنا ما قتلتوش. أنا ماليش دعوة بأي حاجة. سيد ما ماتش. هو صحيح انضرب عليه نار لكن جت سليمه، وهو دلوقتي في المستشفى وحالته بتتحسن جدا. انا مش هتكلم غير لما يكون موجود محامي. سيبنا من موضوع الشروع في قتل سيد، لان حسب اقوال سيد في اعترافاته ان المتهم الاول رامي شكري جلال هو اللي ضرب عليه النار. قول لي بقى، بعد ما اعترضتوا عربيه المجني عليهم، انت كنت ماسك المطوى ولا المسدس ولا جيرك المية النار؟ لا، انا ولا مسكت مطوى ولا مية نار ولا مسدس. حلو قوي، انت كده بقى موقفك هيبقى كويس قوي في القضية، وهيبقى احسن كتير لو تعاونت معانا وقلت الحقيقة، خصوصا ان سيد معترف وهو اللي ارشد المباحث عليك انت ورامي، وفي اعترافه بيقول ان انت اللي كنت سايق العربية اللي طردتم بيها سيارة المجني عليهم. لا، أنا ما كنتش سايق عربيات. سيد هو اللي كان سايق ورامي كان قاعد جنبه. أنا بس كنت قاعد في الكرسي اللي وراني. وإيه؟ لا، أنا مش هتكلم غير لما يكون موجود محامي. لكن سيد بيقول في اعترافاته إن أنت هديت المجني عليهم بجيرك مية النار عشان ينزلوا من العربية. لا، سيد هو اللي كان بيهددهم بمطوى بمية نار. ورامي كان ماسك لهم مسدس ومطوه. بس انا ما عملتش حاجه، صدقني ما عملتش اي حاجه. ما عملتش اي حاجه؟ ده اخر كلام عندك؟ اتفضل يا جمال بيه. يا دكتور مرسي، ليك اي تعليق على محضر التحريات وامر واجراءات الضبط والاحضار؟ للاسف لا يا جمال بيه. عظيم، اكتب عندك يا حنفي. بناءً على طلب محامي المتهم بالاطلاع على محضر التحريات وأمر وإجراءات الضبط والإحضار، قامت النيابة بتلبية طلبه، وقد أفاد سيادته أنه لا تعليق لديه.
اتفضل وقع هنا يا دكتور مرسي. اتفضل. جمال بيه، تسمح لي انفرد بموكلي لحظات؟ انت عارف يا دكتور ده حقك القانوني. اتفضل يا ولد. شكرا. تعالى يا روبي. شوف يا رامي، أنا مش هقول لك عملت كده ليه ولا إزاي، بس عايزك تعرف حاجة واحدة بس. موقفك يا ابني في القضية دي هباب. الاتهامات اللي موجهة ليك في منتهى الخطورة، توديك في داهية، توصلك لحبل المشنقة. بص يا دكتور مرسي، أنا مستعد أخلي الباشا يدفع لك اللي أنت عايزه، بس المهم اطلع من الورطه اللي انا فيها دي. عموما لحد ما اشوف سير التحقيقات النهارده هيوصل لايه، واقعد مع باباك نفكر هنعمل ايه. انا عايز منك حاجه واحده بس، اي تحقيقات تتعمل معاك، ومهما وكيل النيابه ضيق عليك الخناق وزنقك باسئله، ما تنطقش الا بكلمه واحده بس: ما حصلش. ما حصلش، فاهم يا ابني؟ فاهم. يلا معايا. ايوه عنايات. عنايات، قلت لك سيبيني دلوقتي، لما الموضوع يخلص انا هكلمك واطمنك. خير خير ان شاء الله، مع السلامه. خير يا دكتور. طمني معليك، عملت ايه مع اتصالاتك بالمسؤولين؟ وزير العدل ما بيردش، والسيد رئيس الوزراء اللي ده قضاء، والقانون لازم ياخد مجراه. النائب العام اتصل وانا جوه عند رئيس النيابه، وابلغنا حرفيا بالاتي: يعامل رامي معامله اي مواطن عادي. مواطن عادي؟ مواطن عادي يعني ايه؟ علي الوزير، انا مش هخبي عليك، المساله مش بسيطه ابدا، مساله في منتهى الخطوره. الموضوع باختصار كده: رامي ابن حضرتك واتنين من صحابه خطفوا ثلاث سيدات تحت تهديد السلاح، يعني خطف مسلح. خدوهم على فيلة المزرعة تبع حضرتك اللي في المريوطية، وهناك تناوبوا اغتصابهم. اغتصاب؟ ابني؟ في الفيلة عندي؟ دي نتيجة التحقيقات الأولى واعتراف المتهم الأول. يعني عندنا هنا ثلاث محاور: عندنا قضية خطف تحت تهديد السلاح، يعني خطف مسلح. اثنين، اغتصاب مقترن بهتك عرض. ثلاثة وهو الأهم: رامي ابن معاليك هو المتهم الرئيسي في جريمة شروع في قتل المتهم الأول.